الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدشن قناة السويس الجديدة التي تعقد عليها الأمل لإنعاش الاقتصاد المصري المتداول. مراسم الاحتفال انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة في الإسماعيلية بشمال شرق البلاد في الوقت الذي تشهد فيه مصر وضعا أمنيا هشا على خلفية التهديدات التي يطلقها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية. وتخلل حفل التدشين استعراض جوي وبحري شارك فيه يخت المحروس الملكي الذي سبق وأن شارك في افتتاح القناة قبل حوالي 150 عاما. مصر مش مقدمت فقط خلال هذا العام أو العامين الأخرانيين على وجه التحديد فقط المشروع ده، لا، هيذكر التاريخ لمصر أنها تصدت وجبهت أخطر فكر متطرف إرهابي لو تمكن من الأرض لحرق الأرض. قناة السويس الجديدة ستسمح بسير السفن في الاتجاهين، مما سيقلص الفترة الزمنية لعبور السفن من 18 إلى 11 ساعة.